تواصل مؤسسة صناع الحياة عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي دعمها للأسر الأولى برعاية خلال شهر رمضان المبارك من خلال العديد من الأنشطة والخدمات المتنوعة التي تقدمها المؤسسة خلال الشهر الكريم، حيث قام متطوعو صناع الحياة بتنظيم إفطار جماعي بمحافظة الإسكندرية لما يقرب من 1500 شخص من بينهم 600 طفل يتيم وذويهم وبمشاركة 500 متطوع من الجمعية. الدعوة جت لنا من المدينة الشعبية أبو قير إن احنا نعمل أطول مائدة في المدينة الشعبية، فاحنا كل سنة بنعمل فطار مستعين صناع الحياة وبنعمل يومي اليتيم، فاحنا السنة دي قررنا احنا ندمج اليومين في يوم واحد. السنة دي حاضر 600 طفل بأسرهم بمستوعين صناع الحياة، المائدة السنة دي 1500 فرد. عندنا عدد من الأيتام أو أسر الأيتام بنرعاهم في الجمعية، موجودين في مناطق كتير مختلفة في اسكندرية من شرقها لغربها. الأسر دي احنا بنرعاها في الجمعية من خلال كفالات، شنط غذائية، كسوة، خدمات صحية، أي خدمات هم بيحتاجوها الأسرة بنبتدي ان احنا نلبيها لهم خلال السنة. وفي رمضان بنعتمد ان احنا في يوم كده بنتجمع كلنا مع بعض نفطر مع بعض الأسر والأطفال، وبنحاول نعمل لهم يوم ترفيهي كده بحيث الاطفال تلعب وتنبسط ويجوا يقضوا اليوم كلنا مع بعض الاطفال ومتطعمين مع بعض. موجودين النهارده عشان نفرح اطفالنا الايتام. الاطفال دول احنا بنكفلهم على مدار السنين اللي فاتت، هو النهارده مش يوم كده وخلاص، احنا بنكفلهم صحيا وتعليميا غير الكفالات الماديه اللي بتكون بتتقدم ليهم شهريا. حابين ان احنا نقضي يوم مختلف للاطفال وان احنا نفرحهم وان احنا نخرجهم عن مود يعني ان هو المذاكره بقى وكده، فان هم يخرجوا في مكانه وان هم يتفسحوا ونعمل لهم فقرات ونجيب لهم العاب ونغير الجو شويه ليهم. يعني مش هما بس، لا احنا جبناهم هما واهاليهم علشان يشاركوهم الفرحه دي. حدث احنا بنحضر له بقالنا حوالي اسبوعين، عشان هو حدث عظيم، احنا جايبين الاطفال من بدري، جايبينهم من كل مناطق اسكندريه، جايبينهم من الصبح عامل لهم فقرات عشان يحاولوا يخرجوا شويه، هم مش بيخرجوا بره مناطقهم كتير اصلا، فحدث زي دوت هو جديد عليهم. هو النهارده مش افطار بس، لا احنا عايزين نرسم الضحك على وشوشهم كلها.